المرة الأول اللي عدنا عن نزول أغنيتنا الجديدة، طبعا هي كانت ديستراك على أنس وبيسان ومايا الجمال ووسام تكت. كل ما شاف يروح يشوفه راح أحط لكم رابط بالوصف، هي أقوى ردة فعل صراحة شفتها على الأغنية. أتمنى كل حبايبي يروح الرابط ويروح يعلق على هذا الشخص ويشترك عنده، أو مدري حمد الأشخاص يسوون ردات فعل على الأغنية. وطبعا اللي شافنا الأغنية لا يسون حبايبي تكتبون بالكومنتات شنو تقيكم الأغنية. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أنس وأصالة. فأنس وأصالة نزلوا على حسابهم بالإنستغرام شوية ستوريات يقول بها إنه هو قاطع اليوتيوب يومين ثلاثة وراح يرجع لأنهم شوية مرضانين. رحتكم شوية ستوريات شوفوها. عم ننزل يا جماعة، عم نحط لكم شغلة كتير كتير حلوة، شغلة بتستاهل، عم نشتغل عليها صلنا فترة كتير طويلة، وهي مفاجأة حكينا لكم عنها شوي، ولكن إن شاء الله حتطلع أو حتظهر بالفيديو الجاي. فمعلش انتظرونا، عم نحاول نعمل شيء يليق فيكم بكرة أو بعده بإذن الله. بس يا جماعة بحبكم كتير، we love you so much، واشتقنا لكم، وراجعين كلاتنا بقوة للجدول الطبيعي بإذن الله. باي باي. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو غيث مروان. فغيث نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذا اللي صورت عليه من خلالها انه المقاطع راح تنزل بالمستقبل راح تكون نار ومفاجات خرافيه. راح تكون الصور شوفوا جايز، الفيديوهات الجايه على اليوتيوب حتكون نار. انت بتصور شيء نار؟ ما بتشوفني لما اصور بمسك قداحه بولع، بتكون مولعة تحت الكاميرا عشان يطلع فيديو حار. يس ما شايف الكاميرا نص دايبه. الخبر الثالث اللي عدنا عن مايا الجمال وردها على قناة مملكة القصص. فبعد ما نزلت هذا المقطع وكشفت بحقيقة انه اختها هي اللي تنطيني كل الفضايح، وهي تفضح اختها بالدليل. راح احطكم شوية من عندها شوفوا حاليا. يلا يا حلو، يلا دلك انشر دلك انشر، حرين احنا، بدنا نتصور وبدنا نتشلح وبدنا ننزل. فمايا الجمال نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوري ترد بي علي شوفها. اي شيء اعرفوا من ورا الموضوع. مرحبا حبايبي. طبعا بالبدايه واضح انه هذه الستوري تم منتجه، كل الاستطاف راح يكون بها عباره عن استطاف مونتاج، بشوفوا شلون الستوري هي تشوفها جن قطع وعاد. نباتي وتهديدي. طبعا ما يدوم مثلا متوقع انه الفضايح اللي انزلها هي مو من اخوتها، وانما فضايح انا بايقها من السنابات، والحقيقه لو انا ما اخذها من السنابات ترى اعترف ما خايف. انا اعتذر من شو؟ اوكي من شنو تعتذرين؟ بس راح انزل لكم مقطع واجاوب، راح ينزل الساعه 3، وبنفس الوقت راح افضح بيه ام بيسان وانس وبيسان ومايا الجمال. وطبعا مايا الجمال قاعده تنشر على ستورياتها محادثات ويا محمد جواني، فالسؤال اللي يطرح نفسه مو كانه هاي الاشياء اساسا هاي اشياء خصوصيه، وانت قاعده تطلعين بالستوريات تقولين ليش تنشرون اشياء خصوصيه علي؟ المحادثات نفس الشيء، واساسا المحادثات ما بيها اي شيء، مجرد يحكي شيء بسيط عادي. فاللي فرق بيناتنا يا حبايبي اثنين تنشر اشياء خصوصيه، ولكن الفرق انه الاشياء الخصوصيه اللي علينا هي مجرد محادثات عاديه، ولكن الاشياء الخصوصيه اللي عليها هي اشياء 18، اللي هي عاده اشياء 18 عليها كانت تحت نشرة. وطبعا اكثر نكتة بالموضوع هي نشرت هذه المحادثة اللي بيني وبين اختها، وكانت تقول فهد يهدد، خلينا نقراها مع بعض ونشوف اذا هالموضوع تهديد او لا. بالمختصر اختها دزت لي فضايح، فقاعد اقولها هذا الفيديو راح نشره باشر كانه فضيحة لاختها مايا الجمال. قاعد اقولها تمام ثواني اوصلك الفيديو، فوين التهديد بالضبط؟ طبعا واضح ان هي بلا شرف من الاساس، فصارت تريد تفتح بثوث بليونه وعلى مود تاخذ شوية فلوس من ورا فضايحها وقصصها، على مود تبرعوا لها الاشخاص وتشحد من الناس، على مود على اساس راح تفضحنا باللايفات. فلتوني يا حبايب انه تفلون عليها بالكومنتات. الخبر الرابع اللي عدنا عن جاد افراب وفضيحته لانس الشايب، والكلام زاد اللي قال على مايا الجمال وعمار. جاد نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وحط بيه تسجيل جدا خطير، احط لكم اياه اسمعوه، ولكن زائد 18 زائد 18 زائد 18. هيك امك ابن الشرموط حساب سامي فاتح عندي، لما برن لك يا ابن القحبة بترد، مش انس الشايب اللي بتطنش والله لانيك. وهذا بين لكم الوساخة هذا الشخص اللي هو مشهور، شلون هو مشهور ولكن بالحقيقة اخلاقه هيك. بس صراحة بنوصل هذا المقطع من المقطع عجبكم تحطون لايك، تركوا بالقناة وتنسوا الروابط بالوصف، وبس مع السلامة.